بالصيفية اشتغل بالتنجي وبالشتوية ارجع على المدرسة. واجت الحرب تركنا المدرسة بلشنا بالتنجي وبعدنا لم يزل صار لي شي 40 سنة هلا قطن أمضى ماشي أحلى كل شي أحلى. كنت اشتغل قبل كان في غبرة كتير وكنت تضرب على ايدك بالقضيب هلا صار في مكانات وكذا قبل احسن هلا خط كتير الشغل الناس صارت تاخذ من الاشياء الجاهزة فرشات سليب كومفورت وكذا ومشروب الاشياء الجاهزة خففت الشغل يعني ما عاد في شغل زيادة تقريبا ينشغل على ايد افضل واحسن. قبل بالزمان كنت تنام على فرشة كان يوجعك ظهرك هلا بتنام على سليب كومفورت بتقوم مع بكره ظهرك بيوجعك بتقول ليه ظهري عم يوجعني. طيب ما قبل كل هالاجيال كلها اللي اجت كانت تنام على فرشات شغلنا نحن ما كان يوجع ظهرك ليه هلا عم يوجع ظهرك. هلا قبل كنا ما نعمل اضطراريح جاهزه مثلا هلا صرنا نعمل يعني انا بشتغل منجد فرنجي ومنجد عربي. نجد الفرنجي تشتغل اشياء بالدكروم بالسفنه النجد العربي بتشتغل بالقطن وبالسوق يعني الحيط كنا نشتغله على الايد هلا صرت تستغني عنه بتجيبه عن المكنه بس مش قطن طبعا ولا بيناسب يعني كل الناس لانه بيعمل حساسيه القطن افضل. انا بحب اقول لهم انه ما بيدوم الا القديمه الانسان هذا القديم أحسن وأفضل.